سلام ونعم جميعا، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج البريد السماوي. اليوم رح نقرا البريد السماوي من متى 25-34. يا ريت لو معكم الكتاب المقدس تقروا معي. ثم يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا مباركي ابي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تاسيس العالم. لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت عريانا فآويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. فيجيبه الأبرار حينئذ قائلين: يا رب، متى رأيناك جائعا فأطعمناك، أو عطشانا فسقيناك، ومتى رأيناك غريبا فآويناك، أو عريانا فكسوناك، ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك؟ فيجيب الملك ويقول لهم: الحق أقول لكم، بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم. فمنلاحظ بأنه أول الآية بيقول: تعالوا يا مباركي أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. فهم نشوف أنه وعد الرب بأنه نورث الملكوت لمين؟ الرب اليوم هون، نحن جايين هلأ على، خلينا نقول هلأ العيد الميلاد ورأس السنة، فالرب هون عم يطلب منا بأنه نحن نساعد كل حدا فقير، بأنه نحن نزور المريض، بأنه نحن يعني الرحمة تكون بقلبنا، نشوف حدا جوعان نقدم له أكل، لو جارك، لو عندك حدا في الحي، لو حتى لو حدا بعيد ممكن إنك قدران إنك تساعده. فالرب بيطلب منك بإنك تساعده، لأنه هو وعدنا بأنه نحن إذا بنعمل هذا الشيء مع الناس فمعناته عم نعمله معه ورح نورث الملكوت معه. في بس هيك في مقولة للأم تيريزا بتقول: تسألونني متى ينتهي الجوع في العالم، وأنا أجيبكم عندما نبدأ أنت وأنا بتقاسم ما هو موجود. فيا ريت نحن بهذا الشهر وبهالفترة الأعياد بالذات بأنه نحس بهدول العالم المحتاجة، العالم المحتاجة مصاري، العالم المحتاجة أنه تاكل، العالم المحتاجة أنه حتى إذا كان مريض بيحتاج بأنه نزوره، بأنه نوقف جنبه، إذا حدا بالسجن بنعرفه كمان ممكن أنه نحن نزورهم ونوقف جنبه. خلينا مع بعض ننتقل لفقرة سؤال محير.
رجعنا تاني لفقرة سؤال محيرني. أهلا وسهلا بكل اللي انضموا حتى عن طريق الفيسبوك، أنا عم بشوف الأسامي. بتمنى إنه إذا عندكم أسئلة تطرحوها وأنا رح أقراها وجاوب عنها. الرب يبارككم جميعا. رح نحكي اليوم بسؤال محيرني. أنا بشوف أحيانا الناس، أو ما بعرف إذا صايرة موضة، بإنه العالم بتصير بتسب أو بتشتم، بتلاحظ بإنه أخذ الشغلة على لسانها، يعني بتقل أو بتقول له مثلا ليش عم بتسب؟ بيقول لك ما إذا الرب يسوع شتم. طيب وين الرب يسوع شتم؟ إيه الرب يسوع شتم؟ قال يا أولاد الأفاعي، قال للغني يا غبي، قال لبطرس يا شيطان، فالرب يسوع شتم. أنا رح جاوب عن هذا السؤال وقول بأنه حاشا للرب يسوع طبعاً أنه يشتم. الرب يسوع بمتى 12:34 لما قال للفريسيين يا أولاد الأفاعي كيف تقدرون أن تتكلموا بالصالحات وأنتم أشرار؟ لما قال لهم هيك، هون الرب كان بيقصد لنسبهم، نسب يعني النسب تبعهم، بأنه أولاد الأفاعي يعني أولاد إبليس، لأنه هن ما قبلوا رسالته. ولما الرب يسوع كان عم يخرج شياطين وأرواح نجسة قالوا أنه هو رئيس الشياطين، وهون وصفهم الرب بأنه هن أتباع لإبليس، لهيك قال لهم يا أولاد الأفاعي. أما لما الرب يسوع قال يا مرائي، لفظ مرائي هون باليوناني بتعني الممثل يلي بيمثل على خشبة المسرح أو يلي بيرتدي قناع، فهون الرب عم حب يوصل رسالة بأنه أنت عم ترتدي قناع التقوى ولكن أنت ما عم بتعيشه بقلبك، فوصفه بكلمة المرائي. أما الغني لما قال له يا غبي، لفظ الغبي يعني الجهل، يعني أنت إنسان جاهل، عدم تقدير الأمور بالشكل الصح، ما عم تعرف تقدر الأمور بالشكل الصح، أو الفشل في التفكير. فكلمة غبي هي صفة وليست شتيمة، لأنه الغني بوقتها عاش لنفسه وما كان غني بالإيمان، كان غني بالمصاري. فهو قال لنفسه أقول لنفسي يا نفسي لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة، استريحي وكلي واشربي وافرحي. يعني قاعد عم بيحكي مع حاله صار معك مصاري كثير، عادي بقى استريحي وكلي واشربي. فهون الرب يقول له يا غبي اليوم تأخذ منك روحك. فالغبي بمعنى أنت جاهل، لأنه أنت عشت في العالم، عشت عم تجمع بس مصاري، عشت الرب مانو بقلبك، عشت لنفسك وما عشت للرب. أما بطرس لما قال له ابتعد عني يا شيطان، فهون بعتقد بمتى 16:13 بيقول له اذهب عني يا شيطان. بطرس حاول إبعاد الرب يسوع عن الذهاب للصلب، وهاي محاولة، هو كان بيعرف انه هذا مو بطرس، هذا في شيطان هو بده يمنع مشروع الصلب. ففي هالحالة هون لهيك سمع الرب صوت بأنه هذا شيطان مو بطرس، فقال له اذهب عني يا شيطان، لأنه كان بطرس بيحمل الفكر الشيطاني. أما عن الرب يسوع فحاش له أن يشتم، لأنه الرب ب15:4 بمتى فإن الله أوصى قائلا أكرم أباك وأمك، ومن يشتم أبا أو أما فليمت موتا. فالرب هم بيقول إنه إذا نشتم أمنا أو أبونا يموت موتا. وقد لا يصح أن نتلفظ بألفاظ لا تليق بنا كأبناء لله. بمتى 12:36 بيقول إن كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا يوم الدين. فالآية واضحة بتقول كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس
سوف تعطون عنها حسابا يوم الدين. أنا بدعوك اليوم، بدعيك اليوم، لو كنتي متعودة على أنه تسبي أو تشتمي أو تتلفظي ألفاظ لا تليق بك وبك كأولاد للرب، صلي بأنه الرب يطهر لسانك، يطهر قلبك، بأنه أنت، لأنه مثل ما الآية بتقول والآية واضحة، أنت رح تعطي حساب عن كل كلمة، كل كلمة بطالة تخرج من لسانك أو لسانك. فنحاول ونصلي ونحاول بأنه نتلفظ ألفاظ تليق بنا كأولاد لملك الملوك. خلينا مع بعض نروح لفقرة بنت الملك. بنت الملك اليوم بتقول أحياناً كتير منشعر بأنه جسمنا تعبان، نحن تعبانين، مكسرين، ما إلنا خلق أنه نعمل شيء، رجلينا مو حاملتنا، بنعمل فحوصات، بنعمل تحاليل، بيطلع ما في شيء بالفحص السريري. خلينا نقول، أظهرت دراسة أمريكية حديثة إنه الفشل في التعبير عن المشاعر من الأسباب التي تؤدي إلى أمراض. قبل ما أكمل رح أقولكم بأنه نحن بنستقبل الاتصالات على الرقم الموجود بالشاشة، وطبعاً مثل ما قلت لأصدقائي اللي على الفيسبوك واللي عم بيتابعوا سيسات، ممكن إنه تكتبوا أسئلتكم على الفيسبوك وأنا رح جاوب عنها على الهواء. فإذا مثل ما قلت، أظهرت دراسة أمريكية حديثة بأنه الفشل في التعبير عن المشاعر هو بيؤدي لأمراض كثيرة. قمع المشاعر وعدم البوح بها وكتمها في الصدور من الأسباب التي تؤدي لأمراض نفسية وجسدية، سواء كانت مشاعر غضب، مشاعر حزن، مشاعر عدم رضا. وفي دراسة تانية أمريكية من كلية هارفارد للصحة العامة بتقول، رح نحكي عنها هاي كتير هون، انتبهوا، إنه مخاطر الوفاة تتناقص بنسبة 35% عند الناس يلي بتعبر عن مشاعرها. فنحن اليوم حلقتنا رح نحكي فيها عن الضغوط النفسية، عن كبت المشاعر، عن التراكمات يلي بتحصل بالعلاقة الزوجية. طبعا الضغوط، طبيعة حياتنا الآن، يعني شغل وبيت وولاد وغسيل وطبخ، فهذا الشيء كله ورا بعضه بيساوي علينا شيء اسمه ضغوط نفسية. الحياة الاجتماعية يلي عم نعيشها، حياة البنت بشكل عام، يعني البنت من لما هي بتكون صغيرة بتصير بتخاف من أهلها، بعدين شوي كمان بتبلش بتخاف، بتتزوج بتخاف من زوجها، ما تعملي هذا الشيء، ما تعملي هذا الشيء، ممنوع إنه تحكي، ممنوع إنه تعبري عن رأيك، ممنوع إذا حدا عيط عليك إنك تردي في وشه، ممنوع إنه تحكي يلي أنت بدك إياه. فهذا الممنوع ورا ممنوع ورا ممنوع ورا ممنوع بيساوي عنا خليني أقول ضغط نفسي أو كبت لهاي المشاعر. سنة ورا سنة بيصير عنا حالة اسمها
انهزام داخلي. يعني البنت يلي بتنشأ بعائلة كل شيء ممنوع، ممنوع تعبري عن رأيك، ممنوع انه تدرسي، ممنوع انه تشتغلي، ممنوع انه تطلعي من البيت، ممنوع ممنوع، وانتي ساكتة وعم تبلعي وساكتة وعم تبلعي، وهيك هيك شيء بيصير اسمه شيء انهزام داخلي، بيصير شيء جواتك. هذا نوع من انواع كبت المشاعر. بس لحتى نفرق بين الضغط النفسي وبين كبت المشاعر، الضغط النفسي هو مجموعة من الأحداث والمواقف والأفكار اللي بتخلي الشخص يعيش بتوتر وقلق وإحساس بأنه الواجبات يلي مطلوبة مني أكبر بكتير من اللي أنا عم بقدر أعملها، أو أنا ما عم بلحق أعمل الواجبات اللي علي. يعني عم في الصبح روح الشغل، برجع لازم نظف البيت، لازم أطبخ، لازم لازم، فبلاقي فيه كتير ضغوط خلال اليوم. أما معنا اتصال أخي كرولوس، سلام المسيح. ألو، مساء الخير. مساء النور، أنا كرولوس من كاليفورنيا. أهلا كرولوس. أهلا بك أختي كارولينا، أخبارك إيه؟ نشكر ربنا بخير الحمد لله. أولا أنا ببارك لك على البرنامج الجميل دوت، و ربنا يجعله كده حاجة جميلة وسبب خلاص في ناس كتيرة، وسبب توصيل رسالة لناس كتيرة من خلال ربنا، من خلال صوتك على الناس كلها. أمين. شكرا شكرا يا كرولوس، شكرا، ربنا يباركك ويبارك حياتك. الحاجة الثانية اللي موضوع الحلقة شدني خالص، وده اللي شدني أكتر، إن أسأل سؤال عن الضغوط والإنسان اللي بيواجهها في حياته وحاجات زي كده. السؤال هنا يعني إزاي الواحد بكل سهولة كده، ومن غير كلكعة ولا من غير كلام كتير ولا غير، يتخلص من الضغوط دي بكل سلاسة، وإزاي يواجه الضغوط دي، وإزاي إن هو يواجه ويكمل ويتخلص. إزاي نتخلص من الضغوط دي بالظبط كده، ده اللي أقصده لو السؤال وصل. وهجاوب عن السؤال. ربنا يخليك، أشكرك كتير وألف ألف مبروك. شكرا. والرب يبارك حياتك ويبارك البرنامج ويبارك القائمين على القناة ويبارك كل إنسان في بيوصل رسالة المسيح لأجل ربح النفوس. أمين باسم يسوع. شكرا ليك وشكرا لاتصالك، ربنا يبارك. أشكرك كتير، ربنا يباركك. باي باي. باي باي، ربنا معك. فإذا كرولوس بيسأل إزاي ممكن وسط الضغوط دي، الحياة دي اللي إحنا منعيشها أو الحياة اللي عم نعيشها، إنه نقدر نحنا نتخطى هالضغوط النفسية. رح جاوب، ولكن بس نخلص، يعني خليك عم بتتابع وبالحلقة رح تعرف الجواب. فأما كبت المشاعر فهي المشاعر، هي حالة الانهزام الداخلي اللي أنا حكيت عنها الموجودة جوا ومو قدراني انه انا طالع، فهي بتسبب حالة من الكبت. هذا الكبت على المدى الطويل بيسبب حالة من الحزن، بيسبب حالة من الكآبة، بيسبب حالة توتر، بيسبب شعور بالخوف، بيسبب وهن جسمي، بيسبب عدم القدرة على خليني أقول على مواجهة الحياة. اللي حابة أنه أنا وصله اليوم بأنه الضغوط والتراكمات النفسية للفرد بتأثر كتير على الحالة الصحية والجسدية. يعني هن بيمشوا بعلاقة عكسية، كل ما ارتفعت الضغوط، كل ما زادت الضغوط النفسية أو الكبت المشاعر، كل ما صار في أمراض جسدية ونفسية بالجسم. وكل ما خفت هاي الضغوط، كل ما قلت الضغوط، كل ما حسينا بأنه جسمنا بصحة أحسن ونحن قادرين. هاي الحالة اسمها
نفسها جسميه، هيك اسمها، هيك اسمها نفسها جسميه. فهاي الحاله بتكون عباره عن امراض بتجي من وراء الضغوط النفسيه ومن وراء الكبت، كبت المشاعر. شو هي هاي الامراض؟ خلينا نسلط الضوء عليها اليوم، اللي هي زادت كتير بالفتره الاخيره، وبيقول لك ما بنعرف من شو، ما عم نعرف من ايش اجى هالمرض. السرطان، الكانسر، مرض الكانسر 70% منه هو بسبب الضغوط النفسية وكبت المشاعر ومشاعر القلق والخوف والحزن يلي موجودة فينا. القلب، مرض القلب كمان، الأزمات القلبية يلي هي بتجي كمان، بيقولوا 35% من أمراض القلب أو من الأزمات القلبية هي من وراء الضغوط النفسية. الإصابة بتصلب الشرايين، لأنه الجسم بيفرز هرمون اسمه الكورتيزون، وهذا الهرمون هو هرمون الإجهاد. فلما بيتعرض الشخص لهي الضغوط ببلش الجسم بيفرز هذا الهرمون، بتأدي لتصلب الشرايين. فقر الدم الناتج عن فقدان الشهية، دائما بنلاحظ الإنسان يلي عنده ضغوط كبيرة، أو إذا عندك ضغوط كبيرة وكبت بالمشاعر بيصير مالك نفس إنه تاكلي، هذا قسم. القسم الثاني يصاب بالسمنة، لأنه بيصير بفش، مثل ما بقولوا نحن بالسوري، بفش قهره بالأكل، يعني كل ما بيكون معصب بيروح بيفتح البراد وبيبلش بياكل. أوجاع بقى، أوجاع بالظهر، أوجاع بنحس رقبتي عم توجعني، كتافي عم يوجعوني، ظهري عم يوجعني، الكولون العصبي يلي هلأ هو مرض العصر، هذا الكولون العصبي كمان بيجي من وراء الضغوط النفسية. لحتى نعرف كيف ممكن نتخلص من الضغوط النفسية، أول شيء قبل ما نحكي عن كيف نتخلص من الضغوط النفسية، حابة مع بعض نسمع ترنيمة، هفضل أرنم، ترنيمة هفضل أرنم، بتمنى أنه تعجبكم وبتمنى أني تلمس قلوبكم. خلينا نسمعها مع بعض وبعدين نرجع لحتى نكمل فقرة بنت الملك. وتابعوني واكتبوا أسئلتكم، رح أقرأ هلأ في البريك الأسئلة.
وهيك بنكون رجعنا لفقرة بنت الملك. طبعا سلام المسيح يملأ قلوبكم، كل حدا انضم معنا على الفيسبوك أو عم بيشاهدنا. طبعا حابة أذكر أخت وداد، الرب يباركك أخ زهير. بتمنى أنه تكتبوا الأسئلة يلي أنتوا حابين أنه تسألوها. رح كمل هون، منوصل لطريقة التخلص من الضغوط النفسية. أنا رح أقول شيء، إنه أول شيء لطرق التخلص من الضغوط النفسية اللي أنا بعمله، أنا رح أقولكم أول شيء شو أنا بعمل. في آية بالكتاب المقدس ببطرس الأولى الآية 7، ملقينا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. الرب بيقول بدل ما نحن حاملين هالهموم وحاملين هالمشاكل وحاملين هالضغوط وعم نركض يلا 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 يلا، لو في هم بحياتك، لو في هم بشغلك، لو في هم بحياتك العائلية، لو أكل هم أولادك، لو 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 لو، فالرب بيقلك تعال عندي، شيلي هالهموم ورميهم عندي. مشكلتنا نحن بأنه ما منطبق الكتاب المقدس، يعني نقرأ الآية ملقينا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم، بس المشكلة إنه ما منصدق. فنحن لما منصدق بإنه نحن عنا أب فعلا معتني فينا، فعلا هو شال الحمل عنا، فعلا هو نحن منقوشين على كف إيده، محطوطين بحدقة عينه، فوقتها ما رح نقدر إنه نشيل كل هالهم الزايد. أنا في فرق بين إنك تكوني مستهترة
وانه تلقي همك. لما بنحس انه الدنيا فعلا صارت الضغوط كتير كبيره وجواتنا هم وجواتنا صار هيك مكدس فوق بعضه، نشيلهم نرميهم على الرب، نقول له يا رب تاخذ هالهموم يلي بقلبنا، تعا استلم انت، انا تعبت، تعا استلم عني، وصدقوني هو رح يستلم. الشغلات الارضيه يلي رح نحكي فيها هلا، ثواني، اول شيء بدنا نحكي بقى الشغلات اللي بنعملها. اول شيء قلنا بنرمي همنا عند الرب، بنقول له يا رب تعال استلم، نقعد نصلي، نسوي علاقه هيك مع الرب وهو رح يشيل. هو بيقول تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقلي الاحمال وانا اريحكم، الراحه عنده. الشغلات الارضيه، اول شيء الرياضه، لازم نعمل رياضه. شو هي رياضه؟ احلى رياضه للضغوط النفسيه هي المشي في الهواء الطلق. قديش ما بنقدر بانه نمشي بالهواء الطلق. عندكم السباحه، في كذا كذا رياضه، بس يعني اكثر رياضه بتشيل الستريس خلينا نقول هي رياضة المشي في الهواء الطلق، لأنه بتاخدوا أكسجين نظيف وبتكونوا عم تمشوا، فبتعمل مثل حالة ريلاكس عندكم. تاني شغلة هي شغلة كتير لإلك، ما بعرف إذا أنا ما جربتها بس رح جربها. بيقولوا بإنه ست البيت، بما إنه نحن ببنت الملك، عملية التقشير، يعني كل ما عصبتي تخلي على المطبخ، حطي جزر، حطي خيار، حطي بطاطا، وعادي قشري. دراء على فكرة هاد عملوا أبحاث عنها، يعني أنا ما عم بحكي من عندي، إنه عملية التقشير بتطالع الستريس الموجود بالداخل. ممكن جربيها وراح جربها ونشوف شو القصة. ثالث شغلة الأغذية الغنية بالكالسيوم والمغنيسيوم، اللي هي الموز، البروكولي، مشتقات الحليب. كمان هدول الأغذية بتساعد على إنه تخفف الضغط النفسي. رابع شغلة هي الضحك. يعني لا، الضحك بيفرز مادة اسمها السيروتونين. هاي السيروتونين بتعمل على تحسن المزاج، بتطلق هرمون السعادة. فلما بتلاقي حالك معصبة، متضايقة، حطي شي بيضحك، وفيلم بيضحك، كوميدي، أي شي، وعدي يعني احضري، فبتلاحظي إنه هالستريس يلي جواكي ابتدى بإنه يطلع. خامس شغلة، ضروري 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 النوم من 7 لـ 8 ساعات، لأنه قلة النوم بتسبب القلق وبتسبب التوتر. فكتير ضروري بأنه ننام بشكل متواصل من 7 لـ 8 ساعات. سادس شغلة واللي هي بعتقد بأنه صعبة بس رح نحاول نعملها، بأنه ما نحمل الموبايل أكثر من 5 ساعات باليوم، ويوم بالأسبوع إجازة من الموبايل. 24 ساعة منشيل الموبايل، منحطه على جنب، ومنطلع منمشي ومنقضي يومنا من غير الموبايل، لأنه في دراسات أثبتت بأنه الموبايل ومواقع التواصل الاجتماعي عم بتسبب ضغوط نفسية وعم بتسبب توتر. مثلا ممكن نفتح الفيسبوك منلاقي حادث، مثلا اختطاف، او حادثة يعني وحدة انخطفت، او حد وحدة قتل زوجها، او 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 فهالاحداث المروعة بتخلي في ستريس جواتنا، فزادت كتير في الاونة الاخيرة. ف
فالدراسات عم بتقول بأنه نحن إذا استخدمنا الموبايل لمدة 5 ساعات بس باليوم ومرة بالأسبوع يوم بالأسبوع تخلينا عنه، بخفف الضغط النفسي عليكي بنسبة 50%. يعني تخيل النسبة قديش كبيرة. سابع شغلة هي شغلة كلياتنا ما بعرف، أنا شخصيا بحبها كثير، الشوكولا. الشوكولا بيفرز هرمون السعادة. الشوكولا والضحك اثنيناتهم بيفرزوا هرمون السعادة. طبعا فينا ناكل هيك قطعة شوكولا لحتى ينفرز عنا هرمون السعادة. فإذا الضغوط النفسية شيء طبيعي انه كل حدا يصاب فيها بهذا العصر يلي نحن فيه. ممكن يكون عندك ضغوط كتير، ضغوط بعملك، ضغوط في البيت، ضغوط ضغوط، ولكن نحن لازم نتخطى هاي المرحلة او نتخطى هاي الضغوط، لانه هي بتوصل لوقت اذا اتفادت يعني او اذا كبرت جواتنا رح نوقع بمرض نفسي أو رح نوقع بمرض جسدي. طبعاً بعيد الشر عنكم كلياتكم، بس أنا حبيت أحكي عن هذا الشيء لأنه كتير يعني كتير زادت نسبته بأيامنا هاي. رح انتقل هلأ للقسم الثاني من أو الثالث خليني أقول، هي التراكمات بالعلاقة الزوجية سواء كانت إيجابية أو سلبية. سواء كانت التراكمات بالعلاقة الزوجية إيجابية أو سلبية فهي خلينا نقول ما بعرف احنا من إلا اللي بيحطوا فيها المصاري، نحن بسوريا من إلا مطمورة اللي منجمع فيها المصاري أو الأولاد شغلة هيك مدورة، الأولاد بحطوا فيها المصاري بجمعون. فهي عاملة الحصالة، الحصالة تمام. فهاي الحصالة عاملة التراكمات الزوجية، لو حطينا حصالتين جنب بعض فهون السلبي وهون الإيجابي. لما بيكون السلبي قد الإيجابي فبتبقى الحياة مقدورة عليها وعايشين نوعا ما في سلام. لما بيكون بالحصالة الإيجابي أكثر من السلبي فهون بتكون الحياة واو كتير حلوة. لما بتكون بتبتدي السلبي ترتفع والإيجابي تنقص هون بتبلش التراكمات 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 لفوق لحتى تنسد الحصالة، وإذا انسدت الحصالة هون تكمن المشكلة. فإذا كانت التراكمات إيجابية رح ترتبط بذكريات جميلة، بشعور بالراحة، بشعور بالأمان. أما إذا كانت هاي الذكريات هي سلبية فهي رح ترتبط بشعور بالمعاناة، مواقف مؤلمة، ذكريات سلبية. كيف بنعرف نحن شعورنا سلبي أو إيجابي اتجاه شريك الحياة؟ هل جواتنا تراكمات ولا ما في؟ هل المشاعر يلي جواتنا اتجاه شريك الحياة هي سلبية أو إيجابية؟ بتقول الدراسات إنه أنتي إذا اشتقتي لجوزك وهو بالشغل واتصلتي فيه واشتقتي له معناته هون عندك الرصيد اللي بالحصالة الإيجابية عالي كتير ممتاز. بتقول إذا أنتي ما حبيتي بأنه يعني أنتي مبسوطة طالما هو براتب بيت ومانك حابة يرجع لحتى ما يصير مشاكل بيناتكم، فهون عرفي بأنه حصالتك اللي فيها السلبية هون أكثر بكتير من الإيجابية. فإذا لحتى نعرف شو هي مشاعرنا اتجاه الطرف الثاني
فهي بيقول لك الشوق، يعني إحساسك بالشوق إذا غاب عنك، إذا راح للشغل، نزل لحتى يتسوق، أي شيء. فإذا أنت بتشتاقي له وبتحسي بدك إياه يرجع على البيت، هون عرفي حالك إنه أنت ماشية بالطريق الصح وكله إيجابي. ويا رب يكون كل حدا عم يسمعني يكون عنده هيك الحصالة الإيجابية معباية كلها. بس رح نحكي عن التراكمات السلبية. التراكمات السلبية يلي هي بتعمل ذكريات مؤلمة، من الطبيعي إنه يكون بين الزوجين في اختلاف، ولكن أنا بقول من الطبيعي يكون في اختلاف، بس مو من الطبيعي إنه يكون في دائما خلاف. ممكن يكون في خصام، الحياة مو كلها على سوية واحدة، ما في بيت، نحن دائما ما في بيت ما فيه مشاكل، ولكن في مشاكل بتترك أثر بنفسيتك وفي مشاكل بتمرق. وأنا بقول في يعني المشاكل عاملة مثل الجرح، في جرح بيعلم وبيبقى، وفي جرح بيروح مع الوقت، وفي جرح ما في بعد بيكون سطحي كتير وبيروح بسرعة. فنحن بدنا نحاول بأنه نتخطى هاي المشاعر أو التراكمات السلبية، لأنه هي على المدى الطويل بتتحول لإحباط، بتتحول لغضب، بتتحول لقنبلة موقوتة. كيف يعني؟ يعني لما أنت عم بتعبي وبتعبي، على فكرة هي طبيعة المرأة، طبيعتك بأنه بتتحملي، يعني طبيعة المرأة بتتحمل أكثر بكثير من الرجل، ولكن لما بيصير الشيء زايد عن حده، أنا طبعا عم بحكي بالنقط يعني السلبية، يعني هي الزايدة عن حده، عم تتحملي إهانات، عم تتحملي مثلا خيانة، عم تتحملي ما بعرف شو وساكتة، وعم بتمرقي وساكتة وعم بتمرقي، هون رح توصلي لنقطة. دي أقول شيء منلاحظ كتير بأنه أزواج بيوصلوا لعمر كبير، ممكن يوصلوا للخمسين سنة الست، وبعدين تطلب الانفصال عن زوجها. ليش تطلب الانفصال عن زوجها؟ طبعا هاي ما بتجي بين يوم وليلة، لأنه بيكون في تراكمات كبيرة، والمجتمع طبعا، وأول شيء الرب يسوع بينهي عن الانفصال، ولكن هذا واقع عم نعيشه وأنا عم بشوفه. شو اللي بيصير؟ بيصير بأنه بتبتدي أول شيء عيب ما تحكي، لأنه بعدين بيقولوا أنه رح تترك زوجها، بعد شوي شوي لقدام ما تحكي لأنه رح تجيبي بيبي، أوكي إجا البيبي ما بصير تحكي لأنه لازم تربي البيبي، لازم تضحي مشان الولد، فبتبتدي بتضحي مشان ولادها، وبتبتدي بتتحمل بتتحمل بتتحمل، وبعد ما تأدي رسالتها وتكبر ولادها، فهي إذا كانت من الطرف الثاني عم تنهان أو عم بيخونها أو شغلات كتير، فبتوصل لهذا العمر وبتفضل بأنه هي تكمل عمرها لوحدة على أنه تكمل مع الشريك. ولكن نحن نتمنى بأنه كل يعني ما في بيت ما فيه مشاكل، ولكن نتمنى بأنه تعيشي حياة ما يكون فيها هاي التراكمات السلبية، لحتى ما توصلي ليوم وتقفل عندك القصة. فبدنا نحاول أنه نطالع يلي جواتنا، يعني إذا كنتي أنت عم تتعرضي لأي نوع من التعنيف، سواء لفظي سواء جسدي سواء أي شيء عم تتعرضي لإله، احكي، عبري عن مشاعرك. ممكن مو بنفس اللحظة، مو بنفس الثانية، ممكن بعد ما يهدى زوجك، بعد ما يروق، بعد ما احكي اللي عندك، قولي له كل شيء جواتك. أنا بني آدمي، ما بصير إنهان، الرب أعطاني كرامة، كتير شغلات ممكن أنه تحكيها، بس طالعي يلي جواتك، لأنه مثل ما قلت لك يوم ورا يوم هذا الشيء إذا زاد رح تصير مثل قنبلة موقوتة. منلاحظ في اتنين بيفترقوا عن بعض بيكون السبب جدا تافه،
يعني بتسألهم شو السبب، بتلاحظ انه السبب كتير تافه. هو هذا السبب هو اجى مثل خليني اقول هيك لحتى يفجر الموقف، ولكن هي هاي الحالة مو من هذا السبب بالذات، هاي الحالة من تراكمات سنين مضت وصلت فينا المرحلة لهم. فمثل ما قلت لك بأنه إذا تعرضتي ممكن أنه تتعرضي لنقد مستمر، لإحباط، أحيانا في كتير نساء تعرض لإحباط من زوجها، بتكون أي شيء بتعمله بيخلي يعني الزوج بيكون سلبي. على فكرة ما يزعلوا منا الأزواج، نحن عم نحكي عن حالات يعني نادرة، وعم نحكي عن الحالات السلبية، وأحيانا كتير بيكون العكس صحيح. أحيانا بتكون الست هي خلينا بالمصري مفترية يعني أحيانا بيكون الـ يعني الشيء من الست مو من الزوج، ولكن بما أنه نحن فقرة بنت الملك، وبما أنه البنت خليني أقول شوي نوعا ما مهضوم حقها في الدول العربية، فلهيك حبيت أحكي عن هذا الموضوع. فإذا قلنا أنه على بتسبب أمراض، هاي الأمراض ممكن الضغط، السكري، الصداع نصفي، أمراض نفسية، قلق، خوف، اكتئاب. ومنلاحظ بأنه موقف واحد ممكن أنه يفجر كل يلي كان التراكمات يلي من قبل. بدنا نحكي هلأ بقى، حكينا بأنه التراكمات إذا كانت إيجابية فهذا الشيء كتير منيح. هذا الشيء على فكرة، هاي الكلمة موجهة للرجل، إذا أنت حطيت في حصالة مرتك تراكمات إيجابية وغلطت، مهما كان غلطك فهي رح تاخد من هدول الشغلات الإيجابية وتبرر لك الشيء اللي أنت عملته معه، أو تغفر لك، لأنه عندك رصيد بخليها بأنه هي تسامحك على الشيء يلي انت عم تعمله. خلينا مع بعض رح نوصل او وصلنا لطرق التخلص من هاي التراكمات، بس انا حابة اشوف اذا حدا عم يكتب او حدا عم يكتب سؤال. طبعا اوكي، ما في اسئله، كله سلامات، سلام المسيح يملا قلوبكم ويملا حياتكم. طرق التخلص من التراكمات الزوجيه، بس بدي اقول شيء، هي القصه بتبدا بشعور طرف من الاثنين. خليني اقول صحيح احنا في فقره ممكن ملك، بس معلش بدي احكي عن الطرفين. هي القصه بتبدا بشعور طرف من الطرفين بالضعف وبالاحباط بعلاقته الزوجيه، وما فينه انه يعبر عن مشاعره، ولا بيقدر انه يحقق احلامه، ولا بيقدر انه يحقق ذاته. فهي هاي النقطه، هاي التراكمات، رح قلكم شيء بأنه هي مو بس بتأثر على الشخص نفسه، ومو بس بتأثر على الشخص الثاني، للأسف 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 بأنه هي ممكن جدا تأثر على الأولاد. منلاحظ مثلا أحيانا بأنه الأم يلي ما عم تحكي، في كتير في كتير، وأنا شفت كتير وسمعت كتير، بتلاحظ الأم عم بتفش بأولادها، يعني ممكن تضرب أولادها، ممكن إنه هذا الشيء اللي ما عم تسترجي تطالعه قدام زوجها، الغضب أو الحالة اللي هي فيها وبتخاف من زوجها، فهي شو بتعمل؟ بتطالع هذا الغضب ممكن بالأولاد، أو العكس صح، ممكن إنه الزوج اللي هو ما عم يقدر إنه يحكي مع مرته، أو ما عم يقدر يطالع يلي جواته مع مرته، ممكن إنه ينفش بالأولاد بقسوة، بعنف، بأي شيء. ممكن كمان في حالات بتكون حلوة هاي الحالة، استرداد الكرامة بالنجاح. يعني شو بتصير الزوجة
بدها تنجح، بدها تثبت نفسها، بدها تثبت وجودها. فهون بتنسى كل الشغلات السلبية وبتحاول إنه هي تثبت وجودها لحتى تقدر تتجاوز الطرف الثاني. بيصير في شوية مظاهر للعدوان، يعني هو مو عدوان، بتبقى حالة عصبية. يعني الإنسان يلي جواته إحباط واكتئاب وتراكمات وكلاكيع، مثل ما قال كارولوس اللي حكى من شوي، باللاشعور بتصير عصبية. يعني بتجي بتحكي معاه، بتحكي بنرفزة بعصبية بدون ما تحس، بتكون عصبية مع زوج، عصبية مع أولاد، عصبية مع رفقاتها، من غير ما تحس. هاي التراكمات بتعمل لها هاي الحالة العصبية. مثل ما عندنا كمان إنه العنف اللفظي أو العنف الجسدي هو خليني أقول 20% من النساء بيتعرضوا للعنف المنتظم بحياتهم من أزواجهم. يعني 20 امرأة من كل 100 يتعرضون لعنف، سواء عنف لفظي أو عنف جسدي من أزواجهم، هاي بشكل دائم. طرق التخلص من هالتراكمات، أول شيء طبعا أنا دايما بقول ودايما بقول إنه الصلاة 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 تصنع المعجزات. لما نحن بنطلب منه، بنطلب من الرب بانه يا رب انت غير، انت بدل، انا ماني قادر بدل هذا الانسان اللي حوالي، انا بدي اما انا وبيتي فنعبد الرب، انا بدي بيتي يكون لإلك، انا بدي اعيش حياة السلام ببيتي، انا بدي. اطلبي منه بانه يغير زوجك، او اطلب منه معلش انه يغير مرتك. هو قادر انه يغير، حتى لو نحن ما كان عندنا امل بهذا الموضوع، ولكن الرب يستطيع ما لا نستطيع نحن، والرب قادر على كل شيء. فهو اول شيء نصلي ونطلب التغيير من الرب. ثاني شيء العتاب، لازم يكون في عتاب بين الطرفين عند كل مشكلة. أي مشكلة بنمرق فيها لازم يكون في عتاب من الطرفين. بعد ما تهدى الأمور، بعد ما تمرق المشكلة، تحكي يلي عندك وهو يحكي يلي عنده، وتوصلوا لحل معين. ضايقك بكلمة، ليش أنت قلت هالكلمة؟ ممكن هو يعتذر، أنا آسف كنت في حالة عصبية، ما بعرف شو. هون بتوصلوا العتاب بيرجع، خليني لكم، الود بين الزوجين. ثاني شيء التعبير عن المشاعر. التعبير عن المشاعر هو كتير قريب من العتاب، انه بعد ما نعاتب نحكي يلي جوانا ونطلب من الطرف الثاني انه يصحح الغلط يلي ارتكبه، أو إنه هذا الغلط ما يتكرر. مثلا إذا كان عم يتلفظ بألفاظ سيئة، نطلب منه بإنه المرة اللي جاية نحاول نمسك لساننا، مثل ما قلت بفقرة هلا طالعة كتير الشاطر عم يسب ويشتم، وفاكرين هاي الشغلة أنا تعودت، أو هي الشغلة على لساني. الرب ما بيسمح أبدا، رح أنت تتحاسب على كل كلمة بطالة بتطلع من تمك يوم الدينونة. الرب رح يحاسبك. لازم نتلفظ بألفاظ تليق بنحنا كأولاد للرب برا البيت، فما بالك جوات البيت. ثالث شغلة هي التسامح. طبعا لما نعاتب ولما نحكي ونطالع اللي عنا، نرجع خليني أقول لو في صفحة هون بيضة راح طالعها، للأسف ما في، نرجع صفحة بيضة من الأول، وكأنه شيء ما صار. نسامح ونغفر وكأنه شيء ما صار، خلص
راح نسيناه، راح ونسيناه وسامحنا وابتدينا صفحة بيضة وصفحة جديدة لحتى منخزن راح. إذا ما قدرتي إنك تسامحي وكان الموقف كتير صعب، اطلبي من الرب وهو راح يعطيكي هاي النعمة، نعمة النسيان ونعمة التسامح. فلما نحن الموقف اللي نكون فيه أو الشيء الخلاف اللي نحن فيه سامحنا، عاتبنا، غفرنا، راح بحاله، هيك ما راح نوصل للتراكمات يلي أنا عم بحكي عليها. آخر شيء أنا حابة أقوله إنه الزوجين يشتركوا، يا ريت كل زوجين، أنا بوجه لكم رسالة إنه تشتركوا بأنشطة روحية، روحوا على الكنيسة، روحوا مع بعض، خدوا الأولاد على مدارس الأحد، يعني كتير شغلات ممكن إنه تشتركوا فيها مع بعض. لما بتروحوا وبتسمعوا بتسمعوا كلمة الرب، صدقوني ما رح تقدروا أنكم توصلوا لهي المراحل، والتراكمات ما رح تزيد. للأسف إنه نحن صرنا بزمن صارت الكنيسة آخر أولوياتنا، لازم الكنيسة تكون أول أولوياتنا. يعني هي جماعة المؤمنين، لما بنروح نحن بنصلي بالكنيسة بنكون بتواصل مع الرب يسوع، بنسمع كلمة الرب من الأبونا أو من الأسيس، فهم بيصير في سلام جوانا. الشيء الغلط اللي كنا ممكن الوعظة نفسها الرب، الشيء اللي عم بيقوله أبونا، الرب بيكلم زوجك فيه بالحكي يعني على لسان أبونا. فأنا بقلك إذا زوجك ما بيروح على كنيسة، حاولي إنه تاخديه على كنيسة، حاولي إنه تروح ويكون عندكم نشاطات روحية. كل ما قربنا من الرب وكل ما كان الرب يسوع هو المركز لعلاقتنا وعيوننا عليه، كل ما خفت كتير المشاكل. هاي اليوم كانت حلقتنا، كانت عن الضغوط النفسية وشلون نقدر نتخلص من الضغوط النفسية. وأنا بوجه لكم رسالة اليوم وبقلكم ما في شيء مستاهل، ما في شيء مستاهل بهالحياة. خلينا نعيش حياة حلوة، خلينا نعيش حياة مرتاحة. رموا همكم على الرب، هو عم بيقلكم تعالوا إلي يا جميع المتعبين مستقيلي الأحمال وأنا أريحكم. إذا حسيتوا الهموم كترت كتير، فعطوا، رموا حملكم عليه، تواصلوا معه. حاولوا بأنه للمتزوجين، لبنت الملك المتزوجة، حاولي بأنه ما يكون في تراكمات بعلاقتك الزوجية. حلي الخلاف بوقته، سامحي، اطلبي من الرب بأنه حتى هو يتدخل إذا أنت مانك قادرة تسامحي، لحتى تبتدي صفحة جديدة وما نوصل للحظة الانفجار مثل ما قلت. وصدقوني إذا الرب كان ثالثكم بالبيت، مستحيل إنه نوصل لمرحلة أو لمنطقة مسدودة. هيك منكون وصلنا لآخر حلقتنا لليوم. بتمنى بأنه تكون سبب بركة لإلكن، وبتمنى وبصلي بأنه يعم السلام ببيوتكن وبقلوبكن وبقلوب أزواجكن وأبنائكن. بقرب عيد ميلاد الرب يسوع ملك السلام، فمنصلي بأنه السلام يعم بيوتكم وقلوبكم، السلام يعم الدول العربية كلها والدول الأجنبية. إلى اللقاء بحلقة جديدة من برنامج البريد السماوي على قناة سيسات. كانت معكم الأخت كارولين. تصبحوا على نور المسيح.